أحبابنا مشاهدي قناة تعرف معنا، أهلا وسهلا فيكم. اليوم كنا بجولة بالشارع وسؤال جديد، وكان سؤالنا كلمة توجهها لوالدتك. ما تنسوا تشاركونا بالتعليقات، وما تنسوا كمان تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. تابعونا. الدنيا بلا أم ما بتسوى شيء. يا ريتك يا أمي كنتي موجودة بهالحياة. الله يخلينا يا فوق راسنا ولا يحرمنا منها بجاه سيدنا محمد. والدتي اول شيء بقول لها اللهم لا تجعل لامي دعاء الا استجبته. امي انا عايش كرمال يعني امي تروح تبرم انا كمان بروح. للاسف انا ندمان على كل لحظه مرقت بحياتي ما عرفت قيمتها بوجودك. عن جد امي نور عيني. الوجه بقول لها الله يخليني اياها ويخليني اياها. هي الدنيا تعيشها. الله يحفظها لك ويحمي لنا اياها يا رب. الله يخلي لنا اياها ويطول لنا عمرها ويديم فورك. الله يرضى عليك. الله يعيشك يا رب.